رجعنا لكم عكس الفقرة اللي فاتت تماما اللي هي فيها حالات الانتحار و معانا اسمعونا لسه في امل. هي مبادرة كبيرة وجواها مبادرات، يعني ايه خارج منها مبادرات. فاحنا معانا النهارده الدكتور محمد عبد العزيز. نور الدكتور مصدر. احد مؤسسي مبادرة اسمعونا واحد مؤسسي مبادرة مرور كايرو، مظبوط صح كده؟ ثم الجميلة كريستين ظريف اللي هي برضو عضو مبادرة اسمعونا في امل ومنسق مبادرة هنلونها، ومعانا صديقي الاستاذ هيثم نبيل مدير عام موقع يلا كورة وعضو مبادرة اسمعونا في امل. مين اللي هيحكي لنا يا دكتور مبادرة في امل الاول ايه، وكل واحد فينا هيحكي لنا على المبادرة المنبثقة منها ايه؟ هو بمنتهى البساطة الموضوع بدأ ببوست على الفيسبوك بسبب هيثم الحقيقة. تمام. هو هيثم صديقنا الدكتور محمد فتحي وصديق لهيثم. لا مرة هيثم محمد فتحي الصحفي الجميل والصديق اللي أنا استضفته كثير وأنا شخصيًا بحبه جدًا وطول عمري بقرأ له حتى من قبل ما أقابله، فأنا بحبه وبحب دماغه. وهو معلش أنا مضطر بس أقول للناس هو شخصية عندها أمل لكن شخصية ناقدة وشخصية ما بتفوتش حاجة غلط، مش فكرة امل كده سبهللة يعني، لا هو راجل عارف الامل فين وازاي يحارب الفساد اللي يقضى على الامل ده. اتفضل يا استاذ محمد. بالظبط. فهيثم هيثم كتب ان هو زهق وعايز يهاجر من البلد. فبدا محمد يقول له طب ما هنسيبها لمين؟ يا ترى ما فيش امل في البلد دي، طب ما نقول اسمعونا في امل ونشوف مساحة مشتركة بدل ما الناس عايشة في جزر منعزلة. ومن هنا بدأ تتجمع بقى المبادرات ويبقى في ريسبوند على او استجابه على البوست اللي كتبه الدكتور محمد، والتقينا في تاني يوم الحقيقه. اكتر من مبادره واكتر من شخصيه التقينا على هدف واحد، ان شاء الله في امل وان احنا ملناش دعوه بالسياسه. حضرتك عارف ان الفتره اللي فاتت في الثلاث سنين اللي فاتوا تقريبا كل الخناقه على السياسه. على السياسه. اغلبيه الموجودين لهم توجهات اكيد ولهم افكار كل واحد حر فيها. تمام. ولكن هدفه الاساسي ان هو بيحب البلد فعايز يعمل حاجه. تمام. بغض النظر عن اختلافنا السياسي، بغض اختلاف السياسي والاختلاف الفكري، وبحترم ده ان انت توجهك الاول نحو الوطن وبعد كده بنتكلم في الايديولوجيات يعني. بالظبط، لان هو في الاخر الهدف واحد، هو الهدف ان احنا عايزين رفعة شان الوطن وان بلدنا تبقى كويسه لينا ولاولادنا ان شاء الله. تمام. واتفقنا ان هو المبادره هيبقى اسمها اسمعونا في امل، وان احنا بنضم المبادرات اللي ليها شغل وتطبيق واقعي على ارض الواقع. مش مبادره نظريه، مش مجرد كلام. تمام. وبناء عليه المبادرات اللي كانت موجوده كلها كان ليها شغل على ارض الواقع. مرور كايرو بمنتهى البساطه، احنا مجموعه شباب، في تطبيق اسمه زيلو على التليفونات المحموله اللي هي اللي بنقول عليها السمارت فون. تمام. لينا صديق اسمه احمد الصاوي، هو بدا بفكره استغلال القناه دي بشكل عملي. هي القناه عباره خاصية دي. الابلكيشن ده فيه امكانيه ان حضرتك تعمل قناه وبيخلي التليفون يشتغل زي الوكي توكي او زي جهاز اللاسلكي. تمام. فبدا عمل قناه اسمها مرور القاهرة الكبرى. وبدأت الناس تنضم، كل وظيفة القناة ان هي بتدل الناس اللي بتخش تسأل على الطريق شكله اخباره ايه، سواء بقى في حادثة بيقول لك كده والحاجات دي. بالظبط، بس ده عن طريق الصوت. فيها دقة اكبر وفيها سرعة، احنا كل دقيقة بيبقى عندنا ابديت، لان حضرتك متحرك على الطريق، في واحد وراك متحرك على الطريق، كل الموضوع ببساطة انت بتخش بتسأل نقطة بداية نقطة نهاية خط السير اللي هتمشي عليه، وبتبدأ تاخد الابديت من المشرف. احنا حاليا معانا 16 مشرف. اسمح لي ان انا احييهم طبعا خلال برنامج حضرتك. مكان معين متطوعين؟ لا، كل واحد من مكانه بيته ومعاه التليفون بتاعه يتكلم فيه. بالزبط. يقول لك الطريق ده زحمه، الطريق ده ما تمشيش فيه، ده في حادثه، ده كذا. مش كده وبس. لا، ده بيدي لحضرتك كمان زمن التجاوز، فتقدر حضرتك تحدد لو انت هتتحرك من مدينه الانتاج مثلا لحد مصر الجديده وهترجع تاني عندك مشوار في المهندسين. تقدر تحدد اذا كنت تقدر تلغيه او هتلحق المشوار. تمام، يعني هتاخد فيه مثلا 3 ساعات وانت قدامك 3 ساعات ونص يبقى هتقدر. بالزبط. ولا تلغيه عشان ما تضيعش. بالظبط. او لو في حادثه هيديك طريق بديل ان انت تتحرك من خلاله وتوصل للميعاد بتاعك في اقرب واحسن وقت. احنا الدور ده ما كانش هو الكافي بالنسبه لنا. بدانا نذاكر.
وبدأنا نشوف ايه اسباب المشكلة في مصر. لقينا ان الفرد بيمثل تقريبا 40% من المشكلة المرورية في مصر. بدأنا نشتغل على رفع الوعي عند المروري عند الناس. عند الناس. ان انت ما تمشيش عكس الاتجاه، ما تكسرش الاشارة، ما تمشيش الطريق اليمين وهو يعني القواعد الاساسية. القواعد الاساسية. وزائد ده قواعد السلامة والقيادة الامانة. تمام. ان حزام الامان ده امان لحضرتك، مش عشان القانون وهتدفع غرامة. رد فعل يا دكتور؟ طبعا رد فعل ايجابي جدا. احنا النهارده واصلين 55,000 مشترك على التطبيق، وان شاء الله في قريب قوي هيبقى عندنا تطبيق مصري خاص بينا بامر الله. هنرجع لحضرتك وهنلونها بقى. هتلونوها ازاي؟ هتلونوها ايه الاول يا كريستين؟ هنلونها حمله بدات طلاب كليه فنون جميله قسم تصوير. انت فنون جميله؟ اه يا فنانة جميلة. فنانة جميلة يعني. ربنا يخليك. احنا لسه طلبة اصلا صغيرين يعني. لا وفنانة طبعا، خلاص ما دام دخلت فنون جميلة تبقي فنانة. وبعدين بعد كده تكبري بقى، لكن الحس الفني موجود. اتفضلي. الحس الوطني طبعا. طبعا. اتفضلي. فالفكرة جات لنا ان هو الدنيا كلها رمادي، الشارع كله رمادي، الشارع كله باليتيته غامقة جدا، مفيش الوان في الشارع. باليتيته دي يا جماعة الباليتة دي اللي بيحطوا فيها الالوان وياخدوا منها عشان يرسموا على اللوحة، اسمها الباليتة. بالظبط. فهم باليتة الالوان دي عندنا في الكلية بتترص كده من فاتح لغامق. تمام. فتحس ان الشارع المصري ده نفسه في الحتة الغامقة كده وقرر ان هو ما يخرجش منها. تمام. فاحنا قررنا نخرجه منها. تعملوا ايه ده؟ بالظبط. هو احنا قررنا ننشر يعني الاول ثقافه الالوان في الشارع المصري عشان الناس تعرف يعني ايه الوان. تمام. زي ما حضرتك مثلا عارف احنا بنمشي في الشارع كل الالوان تحس ان هي نفس الروح كده، الوان ميته كلها. لو حاجه صفرة عدت كده، عربيه صفرة ولا كل الناس تبص كل الناس تبص على لان هو لون، هم مش عايزين على لون. فاحنا هنعرفهم الوان دي بس، كل فكره نشر ثقافه. طب انت شايفه يا كريستين ان انت هل العين لما بتبص على حاجه جميله وملونه ده بيغير السلوك؟ الالوان لها تاثيرات نفسيه اصلا على الانسان. تمام. يكفينا ان احنا لما عملنا سلم كوبي اكتوبر نزلت التحرير واتبهدل، الناس ضايقت جدا عليه، الناس زعلت عليه. هم كده خلاص وصل لهم 50% من المسج انا عايز اوصله، ان في فن في مصر او فن في الشارع ومبوظ. اللي بهدلوا عمل التعريه ولا الناس؟ لا خالص الناس يا فندم. عملوا فيه ايه بقى؟ سلوك زباله عليه، اتوسخ تاني. احنا كنا لسه عاملينه مفيش اسبوع، بس ده ادانا دفعه بقى ان احنا نكمل لسبب بسيط كده. مش انتوا زعلتوا على السلم ده، اكيد احنا عملناه لواحد تاني انتوا مش هتوسخوه. فده اللي حصل فعلا في السلم التاني، نزل التحرير. نزلت نزلت. قعد بقاله قد ايه بقى؟ لا هو دلوقتي بقاله حوالي شهر ونص. طب كويس والله، انت بتدينا امل فعلا، لسه في امل يعني. الحمد لله. الشعب المصري اللي نزل لون الشوارع ولون الارصفه بعد 25 يناير، واحنا نفسنا بينا ككبار، انا عايز اقول لك بجد يعني انا بجد بالدموع، والولاد بيدوني كيس حط فيه الزباله جوه عربيتي. حسيت بجد مصر جايه يعني. اللي حصل بعد كده مش عايزين نعيد ونزيد فيه، لكن ده دليل على ان الولاد جواهم حب لهذا الوطن رغم كل ما كان الجيل القديم يقول لك ده عيال ما بتعرفش. اكتشفنا ان هم بيحبوا الوطن اذا ما كانش زينا فاكتر مننا. صحيح. يلا كوره بقى عشان انت عارف انا كروي وزملكاوي والزمالك لسه كسبان النهارده وبتاع. انا حييت الاهلي والبطوله بس برضه الزمالك كسبان يعني. قادم. بلاش الكلمه دي والنبي. اتفضل يا باشا. لا هو احنا يلا كوره واسمعونا. شفنا ان اكبر مشكله حاليا في المجال الرياضي او المجال الكروي تحديدا هي مشكله الالترا مع الامن او مع الدوله المصريه. وان بسبب المشكله دي احنا مش عارفين نتفرج على الجماهير في الملعب. ولما حضر جمهور الاهلي في المباراه الاخيره شفنا الملعب كان عامل ازاي. المنظر كان جميل ازاي. فاحنا كنا من الاول بادئين ان احنا يا جماعه تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نحل هذه المشكله بشكل علمي شويه وبشكل فيه التزام من الجميع. يعني ما يبقاش الالتزام مش انا جاي اقول والله هم الالترا هم اللي عليهم 1 2 3 4 5. الالتزام من الجميع والتعاون مع الجميع. انت ليك علاقات بالالتراس؟ مش علاقات مباشره. لكن بدانا دلوقتي بنحاول ان احنا نحدد مواعيد عشان نبدا نقعد مع الشباب وناخد منهم افكارهم هم عايزين ايه. انتوا مين؟ اسمعونا ويلا كوره. يعني انت من وجهه نظرك شايف يعني انت قبل ما تقعد معاهم انت حاسس ايه مشكله الولاد دول؟ طبعا اللي هي مشكله الولاد دول ان هم عندهم زي بقيه شباب مصر في عدم ثقه ما بينهم وما بين كل ما هو كل ما هو يمثل الدوله في مصر. مش يعني اجهزه السلطه يعني. الحكومه والسلطه بالظبط كده. فالاحتكاك المباشر على طول بينهم وبين بعض
بيؤدي الى ان الموضوع ده بيكتر قوي. احنا لما تيجي نبص للموضوع ببساطه شديده هي ممكن ناخد معانا حد اتفضل هو يعني حبيب الالتراس وحبيب الشباب وحبيب انا شخصيا الدكتور محمد العدل معايا على التليفون. يا دكتور محمد مساء الخير وسعيد بكل المجموعه اللي معاك. الله يخليك. وانا مش عايز اعطل لكم وقتكم، انا هقول كلمتين صغيرين بسرعه. اتفضل. اللي بيلونوا السلالم ده شيء رائع وجميل ومبهر جدا. لكن انا ما عرفتش كانوا هم اللي لونوا السلم اللي في الحطابه ولا لا. اللي فين؟ اللي في الحطابه. لايفن. لا مش هم يا دكتور. طيب ما في ناس قلدتهم فراحت لونت سلم الحطابه، اولا سلم الحطابه يعتبر مكان اثري. ثانيا مكان اثري. ده يعني احنا بنصور فيه، انت كده افقدتني اي مكان ممكن اصور، يعني انا لو جيت اسلم اصور على السلم بتاع امبابا ده اللي هو عند غمره. لو جيت اصور عليه حدث من 4 سنين معرفش. لان تغيرت معالمه يعني. بالظبط انت بتغير، يعني انا النهارده عندي مشكله في ان لما اجي اصور وسط البلد في الخمسينات مثلا معرفش، لان كل البيوت حتى التكييفات وما شابه. وقالوا متال ودش وكده. انت كمان بتغير لي واقع الشارع، هو شيء رائع ومبهر وجميل، لكن بتغير لي واقع انا ما اقدرش ارجع له تاني كسينما. اما اجي اصور سينما، يعني انا في الحطابه احنا مثلا في مسلسل الداعيه كان عندي المنطقه اللي كان فيها احمد راتب الورشه بتاعته دي في الحطابه. تمام. انا لو جيت اصور داعيه ما اعرفش اصور هناك. هتحس انه كان زمن مختلف. ده غير ده زمن مختلف والتركيبة كمان مش بتاعة المنطقة. انا سعيد جدا بهذا بس العمل. يا دكتور هل تقصد ان لازم يكون هناك تنسيق ما بين، يعني مش كل واحد يخطر في دماغه حاجة يعملها، لكن يكون هناك بالضبط. تنسيق مثلا بين كلية فنون جميلة وبين مثلا اعتقد ان في حاجة اسمها التنسيق الحضاري في السينمائيين. يعني احنا كلنا ممكن نشارك معاكم زي ما انتم عايزين. لكن انا اقصد كمان يا دكتور والشباب الجميل اللي معاك ده ان في فرق بين ان يعني احط لمسه جماليه وان انضف المكان. يعني ممكن انضف المكان فيظل زي ما هو برونق، لكن ان انا اعمل السلالم هو شيء رائع. انا عن نفسي انبهرت جدا لما شفته واتبسطت جدا لما شفت، لكن اول ما جيت في تجربه عمليه ان انا هصور اكتشفت ان انا لوست. اكتشفت ان في ما بقاش المكان. لا 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 خالص. لا يا دكتور انت كلامك مهم، لان في الاول وفي الاخر احنا بنتفرج على القاهره في الخمسينيات بتاع بنعرف شكل القاهره وبنعرف شكلها عامل ازاي. اللي انت بتقوله ده كلام مهم، وفي كل العالم روما انت لما تروح اي حته في العالم اي حته في العالم بتلاقي اماكنها بيوتها زي ما هي بتاعت 1800 من جوه العب فيها زي ما انت عايز. شكرا يا دكتور على المداركه. انا بشكرك يا دكتور. لا لا يا دكتور نورتنا. الله يخليك يا دكتور. على فكره اللي بيقولوا ده انا شفته في دمشق، بيجيبوا البيوت القديمه يسيبوها من بره زي ما هي وجوه يعملوها كل حاجه. تقولي ايه للدكتور؟ هقول ان مش احنا اولا اللي عملنا السلم هناك. لا لا ماشي، ما هو بسال الاول. تمام بالظبط. تاني حاجه ان احنا كذا مره قلنا يا جماعه اللي يعمل كده يكون طلبه فنون جميله او طلبه تربيه فنيه، اي حد دارس فن. ثانيا احنا بيجي لنا اماكن كتير احنا بنرفضها بنفس السبب اللي حضرته قاله، ان احنا بنشوف ان المكان جماله ان هو يساب كده. يعني احنا بيجي لنا اماكن، جات لنا اماكن في نزله السمان عند الهرم. الاماكن دي احنا حطيناها في مبدا تراثيه مش تراث. بس المكان ده جماله ان هو يتساب كده. ده عشان انت دارسه بالظبط وفاهمه. لكن في حد بيجي يضرب فرشه في اي حته بالظبط كده يروح ضارب فرشه اخضر فاحمر على اساس انه كده بيجمل يعني. ما برضه انت عارفه احنا مصر يعني مبدا عربيه الفشار، لو واحد فاد عربيه فشار اللي جنبه يروح فاد عربيه فشار تلاقي 40 عربيه فشار محدش فيهم يكسب في الاخر. ففي الاخر اي شيء برضه هو محتاج التنسيق. اكيد. هل انتوا بتنسقوا يا دكتور مع مثلا في بالنسبه للمرور مثلا، هل بتنسقوا مع الاداره المركزيه للمرور في الجيزه والقاهره؟ يعني هل في تعاون ما؟ في الوقت الحالي احنا شغالين كله زي ما بيقولوا ده مجهود شعبي. كله من خلال مشاركة الناس العادية اللي متحركة على الطرق بالعربيات بتاعتها. والجميل بقى دكتور مدحت ان احنا حطينا قواعد صارمة جدا على القناة. تمام. من ضمنها ان ممنوع استخدام لفظ خارج.
كويس. اللي بيستخدم ده في عندنا خاصية البلوك زي الفيسبوك بالظبط، وهو بيتحرم ان هو يستخدم الخدمة دي مش عايز اقول لحضرتك مدى الحياة او على على الجهاز ده تحديدا طبعا. يعني حتى لو غير اسم المستخدم اللي دخل بيه مرة تانية. احد القواعد المهمة ان احنا ممنوع ان هو يبلغ عن رادار او كمين ثابت او متحرك او اي نشاط احتراما للداخلية او لوزارة الدفاع تمام. ودي كل مشرف بيكررها وبيعيدها سواء هو بيستلم او هو بيسلم المشرف اللي بعديه، عشان في ناس ساعات ما بتبقاش عارفه، لان الهدف الاساسي ان احنا نساعد بعض. احنا السلوجان بتاعنا اسمه نساعد بعض. الرساله بتاعتنا ان بكره احلى. لقينا ان في استجابه قويه جدا من الناس، وان الناس فعلا محتاجه زي ما حضرتك قلت في البدايه، محتاجه القدوه. يعني قبل ما نطلع كنت حضرتك بتتكلم ان احنا محتاجين القدوه طبعا، لان احنا بنسافر بره بنشوف الناس بنبقى ماشيين زي الالف، لان الناس كلها محتاجين القدوه، محتاجين العدل، محتاجين القانون على الجميع عشان كلنا نلتزم بالظبط. الحاجه المهمه كمان حضرتك ان الثقه، ان هو لما هيلتزم هيجبر او هيحمس او هيشجع اللي ماشي جنبه ان هو يلتزم زيه. وده احنا بنشوفه في اشارات المرور بعد الساعه 12 بالليل، صح؟ لما عربيه واحد بتقف الناس كلها بتقف وبتلتزم. انا اسمح لي اكلم حضرتك عن بقيه المبادرات بتاعه اسمها. اتفضل. عندنا من المبادرات المهمه قوي، احنا معانا زميلنا مصطفى زمزم، وهو ممثل لاكبر 4 جمعيات خيريه موجوده في مصر. في عندنا مبادرتين مهمين قوي، هي مبادره القريه السعيده ومبادره كشك الرحله. فيما يختص بالقريه السعيده، هو الفكره كلها بننزل على القرى الاكثر احتياجا وخصوصا في صعيد مصر. تمام. في قرى الناس قاعده في بيوت لا تمتلك سقف، يعني يعني ابسط وسائل الحياه لا يمتلكوها. لا يمتلكوها. تمام. فهو ده دور مبادره القريه السعيده. ان احنا بينزلوا القريه بنشوف القرى الاكثر احتياجا ويبداوا يعملوا اعاده بناء للبيوت للناس المحتاجه دي، مش كده وبس. وبيستخدموا اهل القريه، يعني هو من ضمن الحاجه الجميله فيها اشتغل في بناء قريته هو بالزبط شخصيا. بالظبط بالظبط، يحس بالايجابيه، يحس بالايجابيه مش مجرد قاعد بيتفرج على ناس بتبني له يعني. بالظبط بالظبط. مبادره كشك الرحمه، وهي الفكره بمنتهى البساطه فكره الشباك الواحد، زي ما دايما بنقول ان الشباك الواحد للمستثمر عشان ما يتحركش ويوفر عليه وقته، بيروقراطيه نقضي على البيروقراطيه. بالظبط. هي نفس الفكره مبادره كشك الرحمه، ان هو يبقى شباك واحد للاربع جمعيات الكبار ومعهم مندوب من وزاره التضامن او وزاره الشؤون الاجتماعيه، بحيث ان هو لازم يبقى فيه موافقه مع الختم بتاعه. المريض اللي محتاج مثلا عمليه قلب في معهد القلب يخش يعمل العمليه، الجمعيه هتتكفل بجميع المصاريف وتخلص له ورقه في خلال 24 ساعه. ده يعني اللي انت بتقوله ده كانك بتتكلم على المدينه الفاضله، واخد بالك؟ يعني انا اقصد اقول لك بدايه أكيد. لان نكون حاسين بانسانيه البني ادمين في مصر الحاليه الذين اهملوا، خاصه المحتاجين ويعني رقيق الحال والبسطاء. بالظبط. الحقيقه تمت اهانتهم بشكل غير طبيعي، ولا الكلمه الجميله اللي قالها رئيس الجمهوريه، لم يجد احدا يحمي عليهم. دي حقيقة يعني. دول ناس كانوا بيموتوا عشان حقنا ب 10 جنيه، وكانوا بيموتوا عشان مش عارفين، بيموتوا من السرطانات وبيموتوا لان ما لقوش حد. الناس بتبني ملاعب جولف وبتبني فيلل، سيب الناس دول يموتوا. انت قابلت السيسي امبارح؟ ما بلاش. ما بلاش ليه؟ ايوه. طب وديني ليه ما بلاش؟ انا لا لا انا فخوره جدا على فكره. انا يعني انا كنت اصغر مؤسس حمله موجود داخل المقابلات. كويس جدا. طب وليه بقول لك ما بلاش ليه؟ يعني عكيت شويه. لا عكيت شويه على حاجه. لا قولي لي، طب ليه عكيت؟ اولا انت شخصيه، استاذ هيثم، اولا انت شخصيه جميله ربنا يخليك ورقيقه، ووضع عليك ان انت بتتكسفي خلاص. فما فيش اي مشكله ان انت قاعده قدام رئيس الجمهوريه اللي هو زي باباكي بالظبط. فاهمه ده حصل فعلا. ما وماله، ايه المشكله في الحكايه دي؟ ما هو عادي يعني. ده كفايه ان انت مهتمه، وكفايه ان انت نازله تلوني شوارع، ده دليل ان انت انسانه وطنيه جميله. وانا عايزك انت اللي تحكي لي ايه اللي حصل. مش عايز الراجل ده يحكي، انت اللي هتحكي. اللي حصل ان انا في الاول اصلا كنت بنزل اخد تصريحات لوحدي بطولي، يعني من غير رئيس ولا حاجه. فاللي حصل انا كنت بنزل اقول للرئيس الحي مثلا ولا المحافظ انا عايزه كذا وكذا وكذا وكذا، فكنت انا عندي 21 سنه. فكان يقول لي ماشي حاضر اوكي هيكون موجود من 8 الصبح، طبعا مفيش اي حاجه بتحصل. تمام.
فانا قلت بقى ايه، انا دخلت الرئاسه فانا يعني ما اعرفش هدخل تاني هنا ولا لا. تاني ولا قلت لازم تقولي لا لازم اخد حقي. تمام برافو عليك. فانا جيت كنت اخر واحده اتكلم فيهم، فرحت طالبه كل طلباتي قلت لهم انديري على الورقه دي. لا والله لان رئيس الجمهوريه كنت عارف ان هو ما ينفعش. انا قلت بقى هيبقى معايا ورقه بامضه رئيس الجمهوريه انا اروح بيها اي حته ما حدش هيكلمني. طب وماله ما هو ده وده اللي ايه المشكله في كده؟ ده انت يعني اللي انت بتطلبيه ده على فكره يعني ده دليل ان انت الحق ما بيجيش غير من رئيس الجمهوريه. يعني دي على فكره ده مشكلتهم هم، مش مشكلتك انت على فكره. شعورك طول الوقت الوان مان شو اللي هو مسؤول حتى عن اصغر ورقه اللي احنا تعودنا عليه طول عمرنا، انت غصب عنك اتربيتي على كده. وانت نفسك لما اصطدمتي ببيروقراطيه الدوله ومفيش حد بيعمل حاجه، انت هتقابل رئيس الجمهوريه كم مره؟ هي مره. انا موافق تماما على اللي انت عملتيه. ربنا يخليك. والله بجد عمتنا هم ضحكوا عليا. لا 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 معلش انت جميله، محدش يقدر يضحك عليكي ابدا. لا هو الافيه بقى لما خلصنا الموضوع والرئيس قاعد يضحك شويه كده واحنا كلنا بنضحك، فهو استاذن عشان يقوم يصلي فعدى من وراه. انت مش هتمتي بجد؟ من شهر 21 سنه يا جماعه العمراء دخلت ولا عملت واصطدمت بالواقع المر للبيروقراطيه المصريه احنا اتربينا عليه، فما بالك بقى هي كريستين برضه لسه صغيره. طب قول لي رئيس الجمهوريه طلبتوا منه ايه وقال لكم ايه؟ هو احنا ببساطه شديده جدا طلبنا منه لحمله اسمعونا ان احنا بس عايزين التسهيلات اللازمه لما نخش قريه عشان نعيد بناها من اول وجديد ونسلمها للدوله كنموذج يحتذى به والناس تبقى شايفه ان في شيء فعلا تم على الارض، على ارض الواقع، بعيدا عن الحكومه وبعيدا عن اموال ميزانيه الدوله، تمام، تبدا تتشجع وتحس ان فعلا في امل. فالراجل مشكورا كان متحمس جدا، حتى برضو كعادة الرئيس يعني. فاحنا بنقول له احنا هنسلمك 50 قرية خلال 2015، يعني هناخد سنة ونسلمك 50 قرية. فقال لنا لا مفيش سنة، انتوا تاخدوا 6 شهور وتسلمونا 50 قرية. فقلنا له طيب يعني العملية التسهيلات لا هو اولا ما كناش يعني التسهيلات ماشي، بس كنا احنا عاملين البلان بتاعتنا على قد الامكانيات اللي معانا. فاحنا 50 بالظبط. هو التسهيلات بمعنى هو الراجل قال لنا لا طب احنا وراكم واحنا في ظهركم وهنساعدكم، بس تخلص في 6 شهور واحنا ان شاء الله هنعمل ده يعني. بالنسبه لقضيه الالترا لانها هي شغله بال الرئيس جدا، انا عارف هو الحقيقه انا عجبني ان هو تكلم عن انت بتقول الترا انا اقول التراس بقى كل ان رئيس الجمهوريه اتكلم عنهم وقال عجبوني ولازم ما نصدرش على رايهم ولازم نسمعهم كويس ولازم نفهم هم عايزين ايه. والحقيقه انا عجبني الحقيقه التصريح اللي قاله رئيس الجمهوريه بالظبط. فاحنا بنقدم له التصور الكامل بتاع الموضوع ان شاء الله بعد كمان ما نقعد مع الشباب. وهنبقى بعديهم نقعد مع وزاره الداخليه على اساس ان احنا نقدم له المبادره بشكل كامل. احنا ببساطه شديده بنقول ان كل واحد يشوف دوره. يعني الامن زي ما جماهير الاهلي قدمت في الماتش الاخير المسج بتاعت الكوره للجماهير، هي فعلا الكوره للجماهير طبعاً ولازم تبقى هي للجماهير. يعني الماتش كانت انا عايز اقول لك الاهلي كسب عشان الجماهير. طبعا يعني طبعاً. الجماهير العظيمه دي اللي فضلت لغايه اخر سنه بتقول يا رب وبتشجع و هي دي الدافع والمحرك يعني. ما يعني ماتش كوره من غير جماهير ده جنازه يعني بالظبط. زائد ان الدوله بقى للجميع يعني الدوله ما ينفعش اولا ان احنا نسيء للدوله بتاعتنا في اي شكل. الشرطه لازم تبقى فاهمه ان هي مهمتها التامين. فكره المدرجات وما يحدث في المدرجات والشماريخ والكلام ده سيبوها لاتحاد الكوره ووزاره الشباب لان ده شغلهم، فلازم يشوفوا شغلهم. بلاش نحط الداخليه في كل صدام مع اي حد، كل المواجهات دايما الداخليه في الاخر بتنشا نوع من انواع الاحتقان بينهم وبين الشباب وكده. اتفضل. خاصه بس ان الشباب يعني الشباب مش عايزين حاجه معضله يعني. هم طلباتهم بسيطه جدا. بسيطه اتفرجوا على الماتشات كره احضروا الماتشات هنا بس. انا برضو لازم عشان نبقى منصفين الراجل اللي كان مسؤول عن تامين نهائي الكونفدراليه لازم نوجه له تحيه. انا ما اعرفوش شخصيا مين اللي كان مسؤول عن التامين. بان فيه ازاي نقدر نحل المشكله. الراجل بعد العساكر كمان عن السور بتاع المدرج بتاع الالترا. سابهم يولعوا شماريخ براحتهم. انا ماليش دعوه بيكم. المهم ان مفيش حاجه تترمي على الملعب. تمام. والشكل طلع، وحتى انا اعتقد ان الضباط اللي كانوا موجودين بيحبوا الكوره.
يعني حتى هو ما حد ما يحبش الكوره، في بعضهم الكوره اللي ضربت جزاء اللي ما اتحسبتش ومتصورين، فده ده ذكاء. اه طبعا ده ذكاء من الراجل اللي كان مسؤول عن التامين، فعشان كده الموضوع عدى على خير الحمد لله. فاحنا عايزين ان شاء الله نوصل خلال فتره معينه ان احنا نرجع جمهور الملعب ونحل المشكله دي بهدوء شديد وبدون ما نقعد نخبط في بعض، عشان هي ما بقتش تستحمل، مش مستحمله يعني. دكتور محمد، انت شايف ان قعده رئيس الجمهوريه مع الشباب في كذا مره، مع شباب الاعلاميين ثم مع المبادرات ثم، هل ده شايف تحقيق للي نادى بيه رئيس الجمهوريه قبل كده ان دور الشباب جاي دور الشباب جاي، هل ده جزء من ده؟ اكيد يا فندم، اكيد. وعايز اقول لحضرتك انه ادانا دفعه وحماس غير الحماس اللي احنا كنا داخلين بيه. تمام. لان احنا بدايه الكلام احنا قلنا له احنا مش طالبين من الدوله حاجه، احنا عارفين ان الدوله محمله باعباء كبيره. بقى افشل ليه الاول عشان بس انا اساسا طبيب بيطري. فاهم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا وحضرتك. انا مدير موقع لاكور. ادارة بيزنس. اوكي اتفضل. انا بس عشان ابقى عارف يعني. محمد العدل على فكرة طبيب بيطري عشان. والله تشرفنا. اتفضل. فهو دي كانت بداية الحوار. هو تحقيقا لمبدأ ان هو قال انا محتاج الناس اللي تشتغل. الحقيقة كان بالنسبة لنا كانت مفاجأة سعيدة انه اول ما نقول اسمعونا ان لسه في امل ان مكتب الرئاسه يستجيب. يعني الدعوه جت عن طريق المبادره اللي انتوا عاملينها على الفيسبوك، فالرئاسه طلبتكم تقابلوا الرئيس. كنا في احد البرامج التلفزيونيه، مجموعه من الزملاء بيشرحوا المبادره. وتحصل مداخله من المتحدث الرسمي باسم الرئاسه، وطلق يعني دخل كده قال الرئيس عايز تحديد مقابله مع المبادره وان شاء الله نقعد معاه وتحقق. ده انا بحيي طبعا رئيس الجمهوريه، بحيي الرئيس شخصيا، ان انا من هنا اتنبح صوتي 80,000 مره على 100 مبادره عن السياحه من ناس عايشه بره مصر ونفسهم يخدموا السياحه المصريه. والحقيقه قلت الموضوع يجي 20 مره، لا حد عبرنا ولا حد كلمنا واتبح صوتنا. فشوف يعني مؤسسه الرئاسه لما تهتم بهذا يجب ان يحزو الجميع حزو، يعني الناس اللي بتشتغل بجد واللي عايزه فعلا يعني مصلحة الوطن. انا عشان كده انا مندهش اصلا من سرعة الاستجابة. يعني احنا كنا مندهشين زي حضرتك. الاكثر اندهاشا ان احنا اكتشفنا ان سيادة الرئيس على علم بتفاصيل دقيقة جدا وفي جميع المجالات. يعني يعلم جميع التفاصيل. لما شرحنا له ان احنا عندنا احد المشاريع في تطوير مستشفى في الاقصر. تمام. وتطوير مستشفى القلب في دي تبع المبادره، تطوير مستشفى القلب في جامعه اسيوط. قال لنا يعني طلب مننا ان احنا نزور مجمع الجلاء الطبي وان احنا نشوف النظام الحديث اللي معمول بناء عليه وان في احدث اجهزه، وقال لنا ان احنا نقدر نساعدكم ان احنا نجيب الاجهزه بتخفيض اقل زي ما حصل مع القوات المسلحه. تمام. دي بصراحه يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان انبهرنا اكتر لما زرنا المجمع. رائع طبعا، حاجه فوق الوصف. وهو بالمناسبه هو مفتوح للجميع، للمدنيين. واحنا يعني احنا سالنا لما كناش مصدقين. لا انا عارف جميع المستشفيات العسكريه فيها جزء مدني وجزء يعني انا بالظبط على اعلى مستوى انا عارفها يعني. في على اعلى مستوى مش من التجهيزات ومن المباني فقط، على اعلى مستوى من الاطباء ومن صف الناس اللي شغاله هناك. تحس فعلا بالامل وانت متحرك في المستشفى والناس بتشرح لك الساده الدكاتره اللي هناك، وهم بيشرحوا لك قد ايه تعبوا وقد ايه بقى لهم سنتين او اكتر من سنه ونص ما بيناموش عشان يطلعوا بالمشروع ده في الوقت ده. حاجه بصراحه يعني فخر لاي مصري، لان ده يعتبر انجاز على ارض الواقع. طبعا. احد المبادرات المهمه قوي اللي معانا مبادره اسمها الشفافيه، اعرف موازنتك. ودي معانا اللي هي زميلتنا ساره عيد، دي موظفه في وزاره الماليه. تمام. ان هم بداوا يطلعوا التقارير بتاعه الموازنه دي متقسمه ازاي انت تبقى الموازنه العامه للدوله فعلا. تمام. وفي مطبوعات ومنشورات متوزعه من فتره بس للاسف ما حدش اهتم بيها. ده نوع من انواع الشفافيه. رائع. حضرتك يعني تبقى عارف الموازنه يعني متقسمه ازاي. ده رائع على فكره اللي انت بتقوله ده، يعني ليست مصير الدوله كهنوت وارقام احنا ما لناش علاقه بيها كشعب يعني، واحنا بس بنسمع الموافقه على الميزانيه
لعمرها طبعا اول مره تترفض ثلاث مرات في عهد رئيس الجمهوريه السيسي، كل مره كانت الارقام بتيجي يوافقوا عليها، فده في حد ذاته مبادره. دي حقيقه بالارقام بالنسب بتوزيع كل التقارير اللي بالنسبه لهم بالنسبه متاحه لاي حد ان هو يطلع عليها. معانا مبادره جميله جدا كانت موجوده معانا من اهالي سينا. تمام. هو استاذ في الجامعه وطلبه جامعه، بدات من المدرجات على حسب انا اخد اقتبس من كلامه انها بدات من مدرج الجامعه، وبداوا ينزلوا ياخدوا اطفال المدارس يساعدوهم في تنظيف المدرسه في الترميم على الرغم من الظروف الصعبه اللي هم بيعيشوها. ده جامعة انا جامعه في سينا، جامعه جنوب سينا ولا انا؟ لا شمال سينا، شمال العريش. سينا العريش. العريش. الحقيقه عاملين شغل على ارض الواقع جميل جدا، وكان ليهم بعض مش هقول الطلبات بس كان في حاجات مثلا عشان التنميه. والحقيقه سياده الرئيس فاجئنا ان هو في خطط محطوطه لسينا في الفتره اللي جايه، بس مرهونه بالوضع الامني. في حاجات اوريدي اشتغلت وفي حاجات مستنيه زي مزارع السمكيه، يعني في مزارع سمكيه بتتعمل في سينا في الفتره اللي جايه ان شاء الله تبقى موجوده. فدي اغلبيه المبادرات. ده حاجه عظيمه، تنميه سينا هي خط الدفاع الاول عن مصر وخط الدفاع الاول ضد الارهاب وكلنا نعلم ذلك، وكلنا لغايه دلوقتي مش عارفين ليه في خلال 40 سنه اللي فاتوا قبل الثوره ما حدش قرب من سينا. احنا عارفين بس مش هنقول ليه بالظبط يا فندم. مبادره ثانيه بتهتم بالثقافه اسمها كتابك وكتابك. كل مهمتها انها عايزه توصل الناس الكتاب ان هم يزوروا جميع محافظات مصر. تمام. من خلال قصور الثقافه ومراكز الشباب ويلتقوا بين الناس والجماهير وينشروا ثقافتهم. دي المبادره دي مين اللي عاملها وعلاقتها ايه بوزاره الثقافه؟ هي ملهاش علاقه حاليا بوزاره الثقافه. هي اللي عاملها زميل معانا في مؤسس في مبادره اسمعونا اسمه شريف عبد الهادي. هو كاتب وبيشتغل في مجال الاعداد في الاذاعه. انا عجباني الفكره جدا لان نشر الوعي الثقافي في اللي احنا حاسين ان احنا مركزيين تماما ولا نهتم اصلا خاصه بالصعيد، فهي مبادرة رائعة ومهمة يعني. بالظبط. عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا بنرحب باي مبادرة ليها شغل على ارض الواقع. تمام. من خلال صفحتنا على الفيسبوك اسمها اسمعونا بالعربي. كل اللي احنا محتاجينه محتاجين شرح تفصيلي على الرسائل، شكل المبادرة، الفعل يلا نفسه. يلا يا جماعة يلا يا خلاقين يلا ورونا المبادرات. انا صادفت ناس كتيرة جدا عندي هنا على فكرة، شباب عامل مبادرة مثلا يبني مسرح في اي مكان وعندهم الخبرة دي، يبني مسرح في مكان وهو اللي هم اللي بيبنوه، هم اللي بيدهنوه، هم اللي بيعملوا المسرحيات عليه. اي مكان اديني اي مكان اعملك في مسرح، يعني دي مبادره برضو من المبادرات الجميله. طبعا اي حد مرحب بيه ادام الهدف الاساسي زي ما قلت لحضرتك ان هو الوطن. بالظبط، وان احنا نأدي دورنا كمجتمع مدني. اهم حاجه ان كريستين تمضي الرئيس. مش كده كريستين؟ طبعا. ايوه انت من حقك ان انت تمضي الرئيس طبعا، بس خلاص ما دام انت قلت كده الكلام اللي انت قلتيه على الهوا هنا ده، تاكدي لو رحت بكره الرئيس الحي هيمضي لك بسرعه جدا. هي بس الفكره في كل المبادرات دي، هي اللي جمع اسمعونا او كل المبادرات دي ان احنا زي ما بقول لحضرتك كل حد بالمبادره بتاعته هيشتغل في مشروع القريه السعيده او القريه المثاليه دي. تمام. فالناس بتاعه المرور، مرور كايرو، هيبداوا يعملوا لنا ازاي التخطيط بتاع المرور. كريس هتبدا تعمل اللمسه الجماليه، اللمسه الجماليه. احنا هنهتم بالرياضه. في تجربه مهمه هقول لكم عليها بمناسبه كريستين، يعني عملها الفنان العظيم محمد عبله في منيل شيحه لما كانت فيه مشكله على الاراضي اللي هناك. كان المحلات لما بتقفل بيبقى شكلها قبيح. فهو قرر الناس تلون كل تلون ولما جه ينشر حق الناس في المكان عمل بالونات كبيره جدا جدا، فالناس بقت تشوفها من الناحيه التانيه في المعادي. وكل وكالات الانباء صورت، فكان مشهد جميل من فنان كبير. بمناسبه اللي انت بتقوليه، يعني الوعي الجمالي بيخلق وعي اخلاقي. اكيد بالطبيعه يعني. اكيد. قولي لي انت منورانا يا كريستين. ربنا يخليك بجد والله العظيم منورانا، وانا معجب بيكي جدا جدا ومعجب بحماسك ومعجب ان انت مصره تجيبي حقك ان شاء الله حتى بامضه رئيس الجمهوريه.
نورتينا يا كريستين وربنا يوفقك. نورتينا يا دكتور. ميرسي يا فندم. نورتينا. يلا كوره. مشكله الالترز دي الالترا زي ما انت بتقول. دي مسؤوليتك لو سمحت لانها مشكله فعلا مهمه، واحنا عايزين الاولاد دول يجوا في حضننا وعايزين يملوا المدرجات ويبهجونا ويبسطونا ويسعدونا. على فكره هم رجاله، وانا دايما كنت اقول عليهم من اشرف الرجال اللي في مصر الالترا. بس محتاجين ان احنا ناخدهم في حضننا، ومحتاجين ان احنا نتكلم معاهم بشكل كويس. وانا بدعوهم دلوقتي قصادكم اهو ان هم يبقوا ضيوفي هنا، ينقموا لهم 4-5 يجوا يتكلموا، يقولوا هم عايزين ايه بالظبط، واحنا نتصدى للي هم عايزينه بالزبط. ونوصل صوتهم بمنتهى العقل لكل الناس. أكيد. وفي الاول وفي الاخر هم ولادنا، مهما حتى حصل او غلطوا لازم نتقبل هذا الخطا. بالظبط. بشكرك يا استاذ هيثم. بشكرك يا كريستين. بشكرك يا دكتور. وانا متاكد طالما انتم موجودين يبقى فعلا لسه في امل ان شاء الله. في فاصل استنانا، ما تستناناش، انت حر.